ونحن بننشدكم، نحن أهالي أهل الغوطة، الغوطة الشرقية، منطقة دوما. بينما كانت نسوة الغوطة الشرقية يذرفن دموعا ودماء على مأساتهن، تظهر أسماء الأسد لتشكر مقاتلات في ميليشيات النظام على قصف الغوطة. إنه أنتوا صبايا تاخذوا العقل. وسائل إعلام النظام بثت مقطعا مصورا يحمل اسم ضفائر نار، يظهر فيه استقبال أسماء لمقاتلات ووالدات بعضهن في دمشق، وحمل المقطع كلمات تحريضية ركزت جميعها على دعوة باقي النساء للدفاع عن بشار الأسد. الوحدة فيكن مستعدة تضحي بكل شيء كرمال بلدها وصولا للروح، فهذا فتح جديد. هو ذا إذن فتح جديد، مصطلح اختارته أسماء التي تشكل الوجه الناعم للنظام لتلطيف معاناة الموالين واستمرار زج أبنائهم في الحرب ضد السوريين. فبعد أن كانت تلتقي سابقا بالموالين وذوي القتلى، تقوم الآن وبالتواضع المصطنع ذاته بدور جديد يروج للمرأة المقاتلة. بدل البنت تنتين تنتين عجبها، ما يشير إلى تعاظم قتل النظام من الذكور، والفضل ما شهدت به صفحة المحتل الروسي في حميميم التي اعترفت بمقتل 150 عنصرا مما يسمى الحرس الجمهوري في يومين على جبهات الغوطة الشرقية، يضافون لمئات آخرين مما يسميه النظام القوات الصديقة والرديفة والحليفة. وبدت الحاجة ملحة لضفائر النار.